لكن بالنسبة للولاية، الله سبحانه وتعالى أتم الحجة على منكري الولاية، ما يدل على ولاية أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام، والأئمة موجودة في أصح كتبهم، ولو هم كثير حاولوا كتمانها، لكن الله سبحانه وتعالى كما في حديث عن الإمام الصادق أجراها على ألسنتهم وعلى أقلامهم. هو حين الغفلة كتبها ما كان يدري لوازم هذا الكلام، لذلك المتأخرون جاءوا يريد ينكر ما يقدر ينكر. هسه سابقا ما كانت الوسائل مثل الآن، كان يمكن الإنكار، وأن تلقى كتاب خطي وأن تدور بي، أما الآن الحجة تامة، الكتب متوفرة في وسائل التواصل، في النت، البراهين واصلة في كل مكان، حتى إذا واحد يكون في بلد فيه إرهاب وتكميم ومنع الكتب، لكن يتمكن الوصول إلى الحق عن طريق وسائل التواصل وعن طريق الإعلام وما إلى ذلك، يقدر يحقق ببساطة جدا. وإذا حقق يصل، لأن الله سبحانه وتعالى إذا واحد أراد الهداية يهديه، أما إذا واحد معاند لا، الله يختم على قلبه، إذا أراد الهداية الله سبحانه وتعالى يهديه.